سأل أيضا عما ورد في الحديث من حلاوة الإيمان، من فعل ذلك فقد ذاق حلاوة الإيمان. يقول: ما الآثار المترتبة على هذه الحلاوة وكيف يجدها الإنسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. معنا شيخ سعد. طيب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأمور من استشعرها وجد بها حلاوة الإيمان، وبالتالي يكون ذلك سببا من أسباب رضا الله عنه، ومن أسباب إقدامه على فعل الطاعات. ومثل هذا في صد النظر عن المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، وكما رواه الحاكم. حلاوة الإيمان تجعل الإنسان يستشعر قيمة العبادات التي يعبد بها ربه، في صلاته، في صيامه، في قراءته القرآن، في دعائه، في ذكره، في غير ذلك من أنواع العبادات.